يا صباح الخير، كيف اخباركم؟ طبعا اليوم انا في السويد، قايمه الصبح قايمه الساعه 7:30 يمكن، جوعانه ميته جوع. Action Ross. Okay, you're texting. Hey, I sent you the contract. Oh, I got it. Oh, okay. Right. Looking. Oh, you get a text. Hey, do you like this photo? Oh my God, love it. Go to your app. Okay, open the app and you're gonna print. عطيت الكرة اللي خذيتها من التنس ذاك اليوم. مو راضي. Okay, sounds good. Right, thanks. ناشب. ما لقطها قهر. اكيد باي. Let's get the ball. Let's get. Tell. Let's get the ball. Woo! You wanna? Catch it. Go! يلا نلعب مرة ثانية نلعب. يا لالا. شوف شلون الكنبة كلها سعبيله. مرة ثانية يلا جيبها. جيب. نلعب والله وسخت الكنبة انت وسعبيلك، عشان كذا ما احب الكلاب الكبار. طالع تخيلوا بيتي مبقع كذا، ويلي انهار نفسيا. شوف شلون حط يده على فخذي. يلا نلعب مع بعض. يلا play together, we will play together. يلا طيب ها يلا هاي فايف. يعرف يسوي هاي فايف. يلا set هاي فايف. Good boy. Good. خذينا بريك عشان نتغدى الزبدة، بما انه امس جبت طارق الشقات، فالكل قاعد يسأل ايش الحل بالشقات. في كذا حل من اللي حولي جربوهم ويقولون انه كويسة، انا راح اقول لكم عليهم وان شاء الله انها تفيدكم، بس مو الحين. طبعا الحين عندي تصوير ماني فاضية، بس ان شاء الله بس ارجع البيت واروق كذا اقول لكم الحل. زبدة انه مرة ازعاج، صدع راسي، اللي يسولف بالتليفون واللي يسولف مع الثاني واللي يسولف فوق واللي يسولف تحت، صدع راسي. طبعا في واحد محبوس لانه سرق الاكل حق احد، ما ادري سرق اكل مين، وحبسوه. انا المنقذة. هلو هاي حبيبي. اليوم اللي قاعد يصير طبعا عشان الله العظيم حرام، مو حاطين له مويه ولا حاطين له اكل. يجون كلاب يتعلمون يشوفون الدلع اللي هم عايشين فيه، اكلهم 24 ساعه، مويتهم 24 ساعه. هذول من جيت قاعد اصور هو لا اكل ولا مويه. تعال يدور اكل حبيبي، تعال اجيب لك اكل الكون كله. تعال حبيبي اقول لكم عطشان، طالع حطينا له مويه. شوف حرام عليكم، تعال والله ما يستاهلونك. تعال تجي معي. شوف حبيبي انت شاطر، لا تسرق الاكل ثاني مره زين، ادرك والله. تخيلوا صاحب الكلب تو قاعد يحكي لي قصته. حبيبي تخيلوا كانوا يستخدمونه اللي كان عنده قبل، طبعا هو متبني من الملجا. صاحب الكلب اللي قبل كان يستخدمه، تعرفون مصارعة الكلاب اللي الكلاب كذا يسوون زي حلبة والكلاب يتصارعوا، فكان مقطوع اذنه، يعني اذنه الحين كذا نازلة، في واحدة نازلة وذيله مقطوع شوي منه. ف
طبعا طبوا عليهم الشرطة حقت الحيوانات هذه اللي تمسكهم كذا ومسكوا الناس هذولي وخذوا الكلاب كلهم وحطوهم بالشلتر عرفتوا. فيقول انه تبناه من هناك حبيب رحمته. شفتوا اذنه هذه الاذن تعرف هذه الاذن المقطوعة شايفينها؟ شوف شلون مو نفس الثانية، واحدة كذا على ورا واحدة على قدام. وذيله بعد good boy. Perfect. And then can you shorten the mound on the... Let's show her more of her first. Alright, and action. Back to photos, lift. Let's show her more of her first. Alright, and action. Back to photos, lift. Let's show her more of her first. Alright, and action. Back to photos, lift. Let's show her more of her first. Alright, and action. Back to photos, lift. Let's show her more of her first. Alright, and action. Back to photos, lift. Let's show her more of her first. تصوير طبعا شلت رموشي لانه يعني انا قاعده فجاه حسيت في شيء اول مره في حياتي رموشي تطيح. حياتي ما صارت معي بس شكله صمغ الميك اب ارتست كان سيء عشان كذا طاحت الرمشه. فقلت يلا واحده طاحت شيل الثانيه شكلي بعد عدسات غير رموش. بالنسبه لعدسات اليوم من انستازيا لون دريم جراي مرة مريحة للعين ما شاء الله تبارك الله. يعني جتني فترة زمان زمان أول ما بديت ألبس عدسات كنت ألبس بعض البراندات اللي كانت صدق ما يمديني ساعتين ثلاثة عيوني زي الدم. تذكرون ما أدري إذا تذكرون لما كانت فترة تجيني التهابات في عيني تجيني حساسية في عيني وكنت ما أقدر أشوف ولا شيء من العدسات تذكرون. بس أشوى يعني عرفت أني أختار صدق العدسات الصح لعيني اللي عرفت أنه حتى لو قعدت ساعات طويلة عيني ما تتحسس ما تحمر ما تتأثر من العدسات لأنه العدسات الخفيفة اللي تكون طرية مرة عرفتوا هذه تكون فليكسبل يعني مرة مريحة للعين. ومو بس أنها مريحة ألوانها طبيعية يعني خلاص لما تلبسون العدسة الفيك اللي حدودها باينة اللي تحسون كذا عيونها كأنها قطو عرفتوا اللي كذا تجي محددة كذا دائرة مرة ما أطيق هذا النوع من العدسات. حلو أنها تبان يعني حتى من كثر ما هي خفيفة ما تشوفون الحدود يعني حدود العدسة ما تبين. يعني اللي ما يفهم بالعدسات مستحيل يلقط أنه أنت لابس عدسات. الأجانب هنا ما عندهم يعني نادر ما يبيعون عدسات هنا فما ما يعرفون أنه أنا ألبس عدسات. أوه ماي جاد لأن عيونك حلو أقولهم شكرا. مرة ما يعرفون يميزون بين العدسات وبين الطبيعي. طبعا انا لما اطلب عاده اطلب كميه يعني ما اطلب حبه من اللون. دريم جراي لو اصور لكم عندي درزن احتياط لو انقطعت لو خربت لو اي شيء اي شيء في الحياه على طول عندي باك اب. العدسات اذا تبونها بتحصلونها بكل فروع صيدليات النهدي. اي فرع صيدليه النهدي جنب بيتكم روحي خذي لك دريم جراي ماي فيفرت صراحه. الالوان الثانيه على حسب انت وش تحبين. انا صراحه دائما افضل الرماديات بس انتوا اذا تحبون العسلي والالوان هذه موجود كل شيء كلهم طبيعيين. او تطلبون عن طريق انستغرامهم اسحبوا الشاشه وراح تدخلون الانستغرام وتشوفون اللوكات الموجوده بالالوان. ماني مصدقه متى ارجع البيت صدق اليوم ما نمت. يعني نمت 5:30 قمت 7:30. طبعا انا المفروض انه عاده لما يكونون بيجون يسوون لي شعري كذا بالبيت فما يعني ما أقوم قبلها بكثير لا قبلها بربع ساعة يعني 7:15 مثلا عرفتوا. فربطت المنبه على 7:15 قمت ونحسانة ما فيني
فقمت قلت يلا انام الى 7:30 وعادي حتى لو جو افرش اسناني مو مشكلة يعني. من النعس ما انتبهت انه انا حطيت 9:30 بدل 7:30 عرفتوا؟ تخيلوا بالصدفة فتحت عيوني وقمت، قمت كم؟ 47 دقيقة. قمت وما ما ما توقعت اصلا انه انا حطيت 9:30. قمت يا الله غريبة يعني، لسه ما كملت ربع ساعة وانا صحيت من نفسي يعني. الا اطالع الجوال الاقي 47 دقيقة وراسلين للهير ستايلست والميك اب ارتست انه هم تحت من متى، وطلعتهم فوق الربع ساعة. قمت زي مجنونة فجأة نطيت من الفراش للحمام وانت بكرامة فجأة كذا، ما ادري شلون نطيت. بس والله يعني هذا اللي صار، كنت زي مجنونة. اسمه مايلو، نفس اسم مايلو حقي. مبسوط الزينة الزينة. يا صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو مسويين؟ طبعا مثل ما انتم شايفين بس تشوفوني متمكية جاي. ايش عندي؟ عندي تصوير. المهم عندي تصوير شغلة، ما راح اقول لكم ايش هي لان يجي وقتها ان شاء الله. وش نسوا يسوي لنا خصلة؟ يا هذا الخصل اللي نسوا يسوونها. Yo, have a good shoot. Thank you. Yo, what's up, guys? Rocking the new Bentley. You know how I do out here in LA all the time, thriving. That's what. Excuse me. Yep. Sorry. That's sorry. 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 Russ. Sorry. Sorry. Yo, صباح الخير. جاي عندي تصوير اليوم. My guess. طبعا الكل قاعد يجهز وبيجي دوري بعد شوي. اخ تخيلوا صحي من الساعة 5:30. او ماي جاد، شيء لا يصدق. بروح افطر لين يخلصون. شوف الاجواء. طبعا اليوم اول يوم من ايام الربيع، اخيرا خلص. ما خلص الشتاء يعني، برد، بس انه يعني اخيرا قالوا اعلنوا انه خلص الشتاء. فطور، خلينا نشوف ايش. بطاطس مشوية، بيض. جاء وقت تعديل الشوشة، جاء دوري بالتصوير. وخلصت الفوتوشوت ما قص، انبسطت كثير. بس أنا حاليا منهارة نفسيا، صدق منهارة، لأن ماني مصدقة متى أرجع البيت. شعري مو متيبس، شعري حطبة صاير من كثر ما حطوا لي سبراي. بأخذ شاور، أمسح الميك اب، أكل. ما كليت كم صارت ساعة؟ 8. أنا لما أكون يعني أصور، لما أكون أشتغل وأتصور كذا ما أحب أكل، فحط إنه الإنرجي اللي فيني بتروح. أنا كذا متعودة إنه خلاص عندي شغل، أخلص شغلي بعدين أكل، لأنه عارف لو كليت بنهار. فما أبغى أنهار لين أخلص. الغدا وما كليت، كليت الفطور الصبح. بس يقولون لي كلي وكلهم ياكلون، اقول لا لو كليت. انا عارفه انه طبعا صورت الاجواء وكل شيء، بس ما اقدر انزلها الحين لين ما
يكون وقتها، لأنه ما أبغى أحرق عليهم شيء يعني. الزبدة، حابة أشكر ناس صراحة ما قصروا معي بكثير أشياء، بالجرامي، بالإيفنت حق جاس، بالتصوير أمس، بالتصوير اليوم. هي شركة MMW Car لتأجير السيارات، يعني كل مرة يعرفون إن أنا عندي مناسبة ولا عندي تصوير ولا عندي شيء مهم، ما يقصرون بأنه يعطوني من أحسن سياراتهم، وتعاملهم مرة يجنن. فمن عندي حابة أشكرهم. طبعا هم شباب سعوديين، وشي حلو إنه شباب سعوديين قاعدين يشتغلون على أشياء كثير، ويحاولون يبنون نفسهم ويطلعون نفسهم ويسوون أشياء زي كذا. فقلت أدعمهم من ناحيتي، وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. يا صباح الخير، ما عليكم مشوشة. تعرفون الواحد لما يتروش وينام كذا يصير فيه زبدة. انه انا قررت اني اغير نظام حياتي، وهذا التغيير بدأ من اليوم. شوف الزبدة، امس نمت بدري غصبا عن خشمي، نعسانة مو نعسانة ما لي دخل. اليوم قمت بدري الساعة 9 ربطت المنبه، نعسانة مو نعسانة ما لي دخل، بدكم مين غصبا عن خشمي. أقوم زي البني أدمين، أفطر، أمشي بالتريدميل حقي، أعيش حياة الناس الطبيعية، لأن السهر تعبني نفسيا، تعب بشرتي، تعب تحت عيوني، تعب شعري، تعب جسمي، تعب كل شيء. خلاص توب سهر من اليوم، إن شاء الله تشوفون روز جديد. إن شاء الله استمر. نبدأها أول شيء بيض مسلوق، هذا الفطور. لا بيض مقلي، لا بيض عيون، كل هذه الأشياء فيها زيوت، ما أبغى. بيض مسلوق، بروتين مع خيار على جنب وبس. وأمشي على التريدميل لين يستوي البيض. طبعا البنطلون اللي لابسته بنطلون الساونا، اللي يخلي الجسم يحرر ويعرق. طالع رايحة للجيم. الزبدة انه اليوم 21 مارش، اليوم يوم الأم جميع الدول مو بأمريكا، ما أدري ليش. فحاب أقول كل عام وكل الأمهات بخير، وكل عام ماما بخير، وربي يخليها ويحفظها لنا يا رب ويطول بعمرها. بس حبيت أشارككم، مع أنك حابة أني أستخدم فلاتر وكذا، بس لسه يوم الأم بأمريكا ما له تاريخ محدد، هو الأسبوع الثاني يوم الأحد من شهر مي، يعني ما في تاريخ، كل مرة كل سنة يتغير. فبس والله أنا المفروض مني إني عايد ماما مرتين، محظوظة مرتين هدية مرتين. شكله تبيني قاعد بأمريكا على طول عشان هي المستفيدة. شرطة شرطة. وبس والله هذا وشو بالضبط؟ هذا وشو؟ ليش طالع برا؟ ادخل فضحتنا. المهم أنا وصلت الجيم، خليني أروح. يا زين القومة بدري، تحسون اليوم كذا في بركة، استغفر الله. واحد لما يقوم متأخر ما يخلص اليوم بسرعة، خاصة هنا تغرب بسرعة، الواحد ما يستفيد شيء. جاي أشري علاقيات ولقيت هذا، بجيب الكلابي كيت. جيت على أساس أشتري علاقيات، ما لقيت علاقيات، خذيت مخدات. ما بطل العادة، طبعا لازم أغراض مطبخ. لقيت قدر. ما توب امتليت قدور وليتني أطبخ. الشموع هذه ريحتها تموت،
خذيت تقريبا اغلب الروائح عندي، كل ما تنزل ريحه جديده اشتريها. في مره انبسط لما يجي الايستر عيد عندهم، لانه كل شيء بالسوق يصير بينك، وانا قاعد اشري، انا ما فلس الا بالايستر عشان اخذ كل شيء بينك، كل المواعين بينك، المخدات بينك، البطانيات بينك، كل شيء، قدور بينك، قلايات بينك، كل شيء موجود بينك. يبيعون كذا اشياء كيوت عليها ارانب، صحون، مواعين، اشياء كلها طالعه. انا ما غير اشرب المواعين لحق. تقول ايش انبسط عشان كذا الله، لقيت واحدة كبيرة، شكلي بروح ارجع الصغيرة اللي خذيتها. شايفين كل شيء هنا بينك، شوفوا الاشكال اللي عندهم، اشياء زينة اتوقع. شوفوا هذه، غريب شكلها، هذه حقة البوب كورن. هاي ما لقيت علاقيات اللي ابيها، مشكل كبير. جيت على الفاضي، جيت وبشيت خربيط ومشيت. جبتني هذه حقة الزرع، تحطون داخلها زرع، بس وين احطها؟ ما عندي مكان. شوف المخدة تجنن، بس ما تناسب مع بيتي، غريب شكلها. في شيء صاير هناك، الناس متجمعة وسيارات شرطة وكلاب بوليسية، ما ادري وش صاير، بدي اوقف انزل اصف معهم اشوف وش صاير. وبعد هليكوبترات شرطة، شكله قاعدين يدورون على المجرم. جبت لعبة هذه لمين؟ مين بياخذها اول؟ يوه الحين بيت قاعد يقطعون اذنه، كلهم صاروا يبوها. وي وي، طقوا 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 طقوا. فاز عليهم ميلانو. راحت اللعبة خلاص. مارلين ما يذكرك هذا بشيء؟ ما يذكرك بالأرنب؟ كل شوي كنت تشيله على جنب تروح تحشره بالزاوية؟ تعال وينك؟ وينك؟ ومثل ما عودتكم، بكرة إن شاء الله راح تكون جمعة روز، فعلى هاشتاج جمعة روز بتويتر حطيت لكم اللينك، ارفعوا الشاشة واكتبوا المواضيع اللي حابين نسولف فيها. وصلت الجيم، طبعا الترينر متأخرة، هي قالت لي انزلي امشي بالتريدميل، بس قلت ارتاح شوي. المهم شوار وسشوار، وما ينفع يعني نتف وشعري، عرفتوا؟ فأمس قلت خليه يرتاح شوي، واليوم بروح أسويه. Good, don't bang it. Ready? Lift. Right there. 4, 3, 2, 1. Good. وعدلنا الشوشة، جاء وقت اني اقول لكم ايش الموضوع اللي استقرينا عليه بموضوع جمعة روز، بفقرة جمعة روز. الموضوع واللي جاء عليه التصويت الاكبر هي فقرة مواقف الشوفة الشرعية.
طبعا ليش جاي عليها اكثر؟ لان الناس تحب الطماشه، تحب تعرف وش يصير بالشوفه الشرعيه وكذا. ف اكتبوا مواقفكم اللي صارت شباب وبنات. طبعا كل قصصكم بقراها من الهاشتاج كالعاده جمعة روز. اكتبوا كل القصص والمواقف اللي صارت لكم بالشوفه الشرعيه ان كان شباب او بنات، والله يستر من اللي جاي. أحلى شيء اخترعوه بالسكن العربية هذه، عشان إيش؟ أسيطر عليهم مع الأغراض. امشوا يلا، خلاص رحتوا مشوار، يلا نرجع البيت. شوفوا جبت لكم كل واحد يأخذ كورة. هذه واحد. هذه وين الثانية؟ ماينو هنا. اثنين. هذه دقيقة. ثلاثة. يلا. هذه أربعة. أربعة. يلا جو 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 جو. خلاص خلص. وش حلا خذ؟ تبي هذه أنت زبال. ترك هذه. شوفوا استغفر الله مهما سويت معكم ما يفيد. ميلا هص. ما تبين برتقالية؟ تبغين صفرة؟ شوفوا شلون عطيتهم كرات وأخر شيء وشو طالع. مارلين، مارلين وش معك؟ شايفين؟ يعني الحين انا ليش جايب الكرات؟ ما عشان تلعبون فيها؟ اخر شيء خذيت الكيسه حقت الكرات. مايلو يحمني العبوا بالكره. لا شفت شلون لقطها من يدي؟ يلا مايلو انت تحمني العبك بالكره. يلا 1 2 3 جو. ضيع يا الخبل ذيك مو بذيك. جيب يلا جود باي مايلو. يلا اعطيني اياها جود باي. يلا جيت باي. جيبها يلا عشان نلعب. يلا 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 1 2 3 جو. مين جابها؟ مارلين. جيت باي مارلين. تعال جيبها يلا عشان نلعب. جيت باي تعال. خايف احد ياخذها. تعال تلعب معي انت. تلعب معي جيبها. تعال جيبها. جيد باي. يلا 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 1 2 3 جو. بالنسبة لفقرة اليوم راح أبدأها بدري شوي، مو زي الوقت اللي فات، عشان تعرفون يعني الحين أنا صرت صحية لازم أنام بدري. فحبدأها الساعة 10 عندي إن شاء الله. يكون عندكم الساعة 8 الصباح يمكن. عاد شكرا اللي صاحي صاحي واللي نايم يتابع بس يقوم. وأشوف إن شاء الله المرات الجاية يصير أرتبها على وقت تكونوا صاحيين فيه، وبنفس الوقت أكون أنا يعني يمكن أسويها الصبح عندي، يكون بالليل عندكم. ما أدري أرتبها إن شاء الله المرات الجاية، بس هالمرة إن شاء الله راح أبدأها بعد ساعة. ورجعنا لكم من جديد في حلقة جديدة من فقرة جمعة روز. طبعا الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم هو مواقف الشوفة الشرعية. طبعا حطيت خيار بين موضوعين بس الكل اختار الشوفة الشرعية. واضح ان الناس تحب الطماشة، تحب تعرف وش يصير بالشوفة الشرعية. فالمواقف كثير محرجة، ناس كثير كتبوا لي، فخلينا نشوف. طبعا هالمره انا ما حسولف من عندي، هالمره انا بحكي قصصكم. طيب بالنسبه ممكن يكون في ناس ما يعرفون وش يعني شوفه شرعيه. شوفه شرعيه هي لما يجي واحد يخطب واحده، فيكون هو قاعد وتجي تدخل واحده عشان يشوفها وعشان تشوفه، وممكن يصير نصيب وممكن ما يصير نصيب، فهذه هي شوفه شرعيه. فيلا نكمل. والله العظيم. أما بالنسبة للناس اللي ما صار له مواقف في الشوفة الشرعية أو لسه صغار أو لسه ما انخطبوا، عادي أنتوا خليكم متفرجين وتتعلمون من أغلاط الغير، هذا أهم شيء. طيب نبدأ بأول موقف. واحدة تقول يوم الشوفة الشرعية
دخل ولقى كل الأجايز اللي يقربون لي ويقربون له مصفوفات قدام وأنا ضعت بينهم. ما أدري شنو كان وضعهم. المشكلة إنه لما انخرج جلست أبكي ما أدري ليه. طبعا لأنه ما شافك. أنا ديني وديني يوم الشوفة الشرعية اللي كل الناس يدخلون معك. طيب الهدف من الشوفة الشرعية إنك تتكلمين مع الرجال تفهمين عقليته يفهم عقليتك. يعني بداية تاخذين رؤوس أقلام. أما يجون كلهم كذا قاعدين فوق راس. طب شلون أسولف؟ شلون أسولف جد؟ شلون أسولف؟ يعني هذه من أسوأ الأشياء اللي تصير بالشوفة الشرعية. طبعا هذه قاعدة تقول أنا صار لي سنة على شوفتي جهزت 10 أسئلة. أصعب شيء لما صدق تجهزون أسئلة ولما تدخلون داخل تنلخمون لا تسألون ولا شو تقدرون تسوون حركة الاستحياء. هذه أغبن فقرة. ولما تطلعين تحسين ليش ما سألت ليش ما سألت. المهم تقول وجلست استنى ماما تناديني نسيتني مع حكاوي الحريم ما يبطلون الأمهات العادة. المهم يوم جيت أنزل وصلت لآخر درجة ورجولي انشفت ماني قادرة أحركهم أخاف ضاعت الأسئلة. ماما تقول لي روحي وأنا أتكلم معها بالإشارة أقول له ما أقدر ما أقدر. المهم ليه ما جت الأم يعني أم الرجال أم العريس جت وخذتها وودتها للعريس عشان يعني يشوفها وكذا. المهم قالت أحلى شيء الحمد لله كنا مرتاحين بالكلام ما أدري إيش وصاروا يسولفون ويأخذون يعطون بس ما قالت لي إذا سألت الأسئلة ولا لا. الزبدة إنه قالت أحسن شيء إنه كانت مشغلة تسجيل وسجلت كل شيء. وكلام دحين للحين قاعد أتذكر وشكلها تزوجت والدام قاعد تتذكر الكلام. هذه فكرة حلوة إنك تسجلين أو ممكن تحطين تصورين فيديو تحطين يعني الجوال ولا شيء وتصورين أو كاميرا تصورين فيديو من غير ما يدري طبعا. وإذا صار نصيب بينكم أحس يعني حلو يظل ذكرى إنك تشوفين الناس كنت مستحية وكذا مستحية شلون وبعدين تكشفينه وإذا كان يناظر من تحت لتحت حلو. سجلوا امشوا على هذه الفكرة إنكم تسجلون فيديوهات. وإذا ما صار نصيب أحذفوا الفيديو. يلا نروح نجي لقصة براد بيت. يقول أنا دخلت عليها وقالت لي أحبك قلت لها من مثل ما أعرف. هذا طلعوا برا بعطي بلوك لاين. أنا عن نفسي صدقت أسأل الباقي. اسمعوا هذه القصة. تقول شوفتي كانت قبل 4 سنوات دخل هو وأبوي وأنا جالسة جنب أمه. من صدمة الموقف قمت وقفت وسحبتني أجلس يعني أنه ما توقف البنت المفروض أتوقع المفروض تقعد جالسة. المهم قالت ماني قادرة أطالع فيه. قام يتكلم بصوت عالي ويقول طالع فيني زين هذا شرع الله. من الخوف طالعت. المفروض أطالع مو من الخوف أطالع. أحس يعني الحركة أني أقعد كذا أطالع طب يعني أحس أنه كذا أقعد أخز. طب الواحد بيتمقل وبنفس الوقت عيب أنه يقعد يخز الواحد من فوق لتحت سكان كذا عرفتوا. فأحس ما أدري شو الحل. أول شيء المفروض يجيبون صورة أطالع الصورة زين بعدين يجيبون فيديو. صراحة الحين صاروا يعني اللي أعرفهم حولي صاروا يدورون عن طريق الانستغرام يأخذون اسمه ويحوسون تويتر انستغرام سناب شات يدورون بكل مكان فيصيروا يعرفون صوره من الانستغرام وسناب وكذا عرفتوا. بس اول يا حرام يعني صدق اول لما ما كان في سوشيال ميديا هالحين صار الواحد سهل يقعد يطلع صور العريس. بس اول صدق يعني اذا ما شفتي خلاص راحت عليك لين الملكة يعني يا ترتاحي يا ما ترتاحي يا انك تتمقلي زين يا خلاص راحت عليك تتدبس. وبعدين في شيء يقهرني بالسفر شلون اعديها من غير اغلاط شلون ما تصير. المهم في شيء يقهرني بالشوفة الشرعية لما يعني هي في الشوفة الشرعية حالتين يا انه الرجال يدخل عند الحريم يا انه البنت تدخل عند العريس وابوها او العريس واخوها او المهم ان احد يكون معهم. يعني لما تدخل هي البنت يكون هو قاعد فشلون هي بتشوف طوله بيكون طبعا لابس شماغ تعرفون الشماغ يغطي بلاوي الدنيا يكون لابس شماغ المفروض انه يجي كاجول ما يجي بثوب وشماغ عشان تشوفه مصلع وشعره خفيف وشعره ثقيل يعني لازم جبهة كبيرة لازم تشوف هذه الأشياء. ليش هي تجي بشعرها هو يجي مغطي لازم يفتش. اسمع هذه القصة. تقول جاي من جدة الرياض عشان يشوفني لما دخلت وشفته كان باين عليه متوتر مرة عاد أنا بلطف الجو وخربتها وقلت كيف الحال وكيف الرياض معك. بعدين خربتها زيادة قلت شكلك أول مرة تشوف.
لا هذه جريئة بزيادة قلبت الآية. المهم تقول على أساس أنا اللي كل شوي شوفة شرعية. تقول بس بعد الملكة صار يقول لي شكلها هذه الشوفة رقم 15 لك. والله من الجرأة اللي أنت فيها طبعا. يفكر يمكن هذه المية. لا كيف الحالك شكلك كمان مرة تشوف. مو صحية. أوكي شوفوا هذه. تقول للأسف يوم الشوفة الشرعية ما كان فيها أي أدب لنا. كان ولد خالتي واللي داخلين معنا خالاتي وأمي وأصغر خوالي. وإحنا جالسين وهم يطقطقون علينا ويضحكون ها 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 مسوين يستحون. تقول لدرجة إن أخوي يدق الباب قال في أحد؟ قالوا لا ما في إلا فلان وفلانة. هو دخل من جنبنا وخذ غرشة موية. إيش 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 الاستخفاف بالشوفة الشرعية. خلاص لأنهم قرايب ما في أي احترام ما في أي هيبة للشوفة الشرعية. عشان كذا لا تأخذون من قرايبكم عشان يصير لها هيبة الشوفة الشرعية. الزبدة. واحدة تقول عندنا النظرة الشرعية بس أشوفك ويشوفني ونطلع ما في كلام أبد. عاد نظرة الشرعية صدمة عمر. أول مرة أجرب نظرة شرعية على كثر ما خطبوني وانصدمت صدمة عمر ولا حسبت حسابها. يوم دخل دخول نار واحد منتهي الله لا يبلانا. ما عجبني ولا ارتحت أبدا وما صار نصيب. طبعا أنا أشوف الشرعية ممكن يصير في نصيب وممكن ما يصير. أنا أشوف إن الواحد يتكلم يعني يتكلمون أفضل قبل ما إنه تتملك وتتدبس فيه، خاصة إنه في ناس عندهم يعني بين الخطبة وبين الملكة ما يكلمون بعض. يعني في ناس عندهم عادي يكلمون بعض وفي ناس عندهم لا إنه لازم أول شيء ينكتب كتابهم على بعض بعدها يكلمون بعض بكيفهم. فأنا أشوف على الأقل إذا أنتم ما عندكم فترة الخطبة إنهم يكلمون بعض، على الأقل إنه يوم الشوفة الشرعية تتكلم معه تشوف أسلوبه بالكلام، هل هو يعجبه تفكيره، هل هي يعجبها تفكيره. يعني لازم على الأقل يعني تفهم يعني الواحد من يعني من الجلسة الأولى يفهم شوي أسلوب الشخص اللي قدامه، يفهم مستوى تفكيره. يعني أحس هذا مرة شيء مهم إنه يتكلمون مع بعض. يعني حتى لو ما تبونهم يتكلمون بفترة الخطبة بس على الأقل إنك تتكلمون بالشوفة الشرعية. يعني أصلا حتى يعني سبحان الله الراحة تجي وقت ما يصيروا يسولفون، أما بس كذا أطالع وأمشي طيب يعني أنا ما حاخذ شكل، أنا حاخذ مضمون. يعني فهذا أهم شيء إنه واحدة تتكلم تسأل إيش يعني إيش أنت المرأة يعني إيش تبغى بالزوجة، تبغاها تشتغل ما تشتغل، طموحة مو طموحة، تقعد بالبيت بتجيب عيال. يعني لازم أحس هذه الأساسيات. يعني لازم أنت تشوفين تفكيره، هو يشوف تفكيرك، أنت وش تبين بالرجال، تبينه بس مجرد زوج يصرف وانتهى تسال. اسمع هذه ايش تقول. تقول وقت الشوفة الشرعية الحرس المنزلي يشتغل، ما ادري ليش كأنه بيخطفها مو بيخطبها. اهم شيء الاخوان متوترين وزعلانين خير. اول شيء الاخوان يتوتروا ويزعلوا اتوقع من الغيرة، ما يبون يستوعبون انه ترى جاي يخطب مو جاي يقابل، في فرق بين الاثنين. فما ادري متى يستوعبون. يعني الاب عادي عنده فاهم متفهم الوضع بس الاخوان يغارون ما ادري ليش. اسمع هذه. تقول موقف سامج ويفشل مليون. مجلس أهلي أرضي مكنب ودخلت وأتفاجأ ما شاء الله إخواني وأبوي جالسين. من الفشلة سلمت على أبوي ومسكت خط، يعني صارت تسلم على أبوها أخوانها مدري إيش والعريس قاعد. فهي ضيعت جت بتسلم على العريس، بعدين قال لها إنه أنا المعرس. بعدين قالت أخذت لفة ومع الباب طلعت ما سلمت عليه، يعني لا شافته ولا قعدت معه ولا حتى سلمت عليه وخذت اللفة وطلعت. ذكرتني اللي بالزوجات المعازيم اللي يسلمون أونلاين كامل وبدأ يروحون. طيب بعدين تزوجتي ولا ما تزوجتي؟ يعني صدق أحس أوقات تمر مواقف الواحد يصير غبي فيها من كثر ما هو ما يعرف يتصرف. يعني يسوي أشياء تفشل، عرفتوا؟ يعني زي هذه اللي لفت لفة وطلعت. وش تبين؟ واحد تقول كنت وضعية المزهرية مغطية نص وجهي بشعري وللحين يذكرني يقول شفت نص وجه بس. تصير هذا. طب أهم شيء خذاك، يعني شاف نص وجهك وخذاك معناك إنك زينة. أوكي شوفوا هذا نوع من أنواع الغباء. تقول أذكر شفتي الشرعية كنت متوترة.
كان أخوي قدامي وهو جنبي ويسألني ما شاء الله وش تتخصصين بالجامعة؟ ديني ودين هالسؤال. طب خلاص غيره، دائما سؤال ما شاء الله وش تخصصك؟ وش تخصصين بالجامعة؟ المهم من الأخ ما قلت له تحضيري. وأنا عند الجلستي قال لي مو متأثرة. المهم راح عاد السؤال، قال لي وش تتخصصين تخصص؟ قلت له إيه تحضيري. تقول وضع أمي وخواتي ورا الباب. أجل تتخصصين تحضيري؟ شوفوا هذه نفذت خطتي بس بغباء. تقول أنا يوم خطبتي حطيت الجوال في المكيف علشان أصور، المشكلة أنه يطالع في المكيف، نسيت خوف النظرة وكل همي خوفي أنه لا يكشف الجوال. الحمد لله عدت على خير. ليش في المكيف؟ حطيه بين الورد، حطيه ورا التلفزيون، حطيه بالمزهرية. ليش في المكيف؟ وهو ليش يناظر بالمكيف أصلاً؟ تاركك ويناظر بالمكيف؟ واحدة تقول نظرة الشرعية بعد ما تصنمت رجلي عند باب الصالة وأمي تقول روحي وأنا أقول لا خلاص ما بي. المهم دخلت وسحبت عليه، بدل ما أعطيه العصير أعطيت أمه وجلست. الزبدة سألني أسئلة، يعني أسئلة حلوة، بعدين قال أنت اسمك كذا؟ قلت لا، أثري كان يبي واحدة من خواتي مو أنا، وأنا غايبة يومين عشان سواد عيونه. من أكثر المواقف أحرجا. لا صدق، أو شيء هذا شكله أهل، يا أهلك اللي ضيعوا، يا هو اللي كان ضيع، يا أمه اللي جايب العيد. يعني موقف يفشل صراحة، أنه كان يبي أختي وأنا اللي دخلت. المهم وسالفة أن الوحدة تدخل بالعصير، ديني ودين موضوع اللي وحدة تدخل تقدم شيء. طب هي متوترة، هي بمستحية، هي حالة أمها صعبة، باليلا تشوف قدامها عشان تمسكونها عصير. تخيل وهي الضيف تكب على الرجال، يعني موقف محرج صراحة. يعني احس سالفه العصير هذا ما له داعي، يعني ما حي يعني ما حيموت من غير ما يشرب عصير. ويمكن انتم مره بتموتون تشربون عصير، خلي اخوها يضيف، خلي ابوها اذا كان ما عنده اخوان، اذا ما كان عندكم احد، خلي احد من العاملات اي شيء. ولا انه تدخل هي بالعصير، يعني مستحيل. لا يعني واحده تدخل وبكعب وحاله ما صعبه وباليلا تشوفوا شيء صينيه عصير بعد لحول. تهذيب نفسي مو شوفه هذه. واحدة تقول أبوي قال لي ادخلي حطي العصير واطلعي، وسويت اللي قال لي. جت أمه قالت ما شافك زين، ما لومه يمكن ثانيتين بس وأنا واقفة بعد. ودخلت مرة ثانية كأني باتمان بالعباية، عملت برمة وخرجت. ليش عملتي برمة طيب؟ كنت جيت قعدتي. المهم الحين عندي بنوتة هاشتاج باتمان. تخيل شكله داخلة خذت لفة كذا وطلعت. رهيبة. زين خذاك حتى وانت بعبايتك، زين. عشان تشوفون صدق النصيب وين، يعني تصير مواقف انه ما يشوفها زين، ما تشوفه، يعني كذا تصير بلمح البصر، بس سبحان الله ربي يكتب انهم يتزوجون، هو يوافق يرتاح نفسيا، يرتاح لما يشوفها، هي توافق ترتاح حتى لو انه ما شافته زين. فسبحان الله النصيب، يعني عشان كذا اقول لكم النصيب، لما قلت بالفقرة اللي فاتت حقت الزواج، النصيب وين ما يكون بيكون، يعني شافك ما شافك، عجبتي ما عجبتي، شكلك يناسبه مثل ما هو متخيل، مثل ما انت متخيله، مو مثل. سبحان الله اذا كان ربي كاتب لكم تتزوجون تاخذون بعض لو ايش ما كان يكون. واحدة تقول انا اول ما جلست قال لي انت مغصوبه علي. حطت لي هذا الفيس. مسكينة. طيب يمكن هي ملامحها كذا، ليش تحرج؟ أنا بدالك أطلع وأقول مو موافقة. فشنا. واحدة تقول قال لي شخبارك ثلاث مرات ولا رديت عليه، يقول لي كنت أحسبك صقها. شوفوا هذا أسلوب مرة وسخ، ما عجبني، بس دخلني أنا بس إنه مو حلو. المهم يقول لك في الشوفة الشرعية كنت لابسة كعب، قال لي افسخي الكعب وفسخته، بعدين قال لي شعر كذا ولا مستشورته؟ قلت شعري ناعم بس لازم استشوره شوي أرتبه يعني. قالوا ليش تستشورينه؟ المهم قالت أنا كنت خايفة وخوفني زيادة بهالأسئلة، مع إني عجبته ويبغاني بس رفضته عشان أسلوبه للزبالة وما ارتحت أبدا. صراحة عيب، إيش اللي افسخ الكعب؟ شعرك
مستشور ولا مو مستشور، لابس عدسات ولا مو لابس عدسات، ايش دخل؟ يعني حتى لو بتسأل تسأل بأسلوب أصلا، يقول مثلا إنه ما شاء الله لون عيونك حلو، هذا طبيعي ولا لابس عدسات؟ إنه ما شاء الله شعرك، أي شيء يعني بأسلوب. أما ليش تشورينه؟ أفسخ الكعب، خير ترى مو داخل اختبار هو، يعني أحمد ربك إنه دخلت عليك أصلا. أخيرا جاء واحد يشاركنا يقول لك ذاك اليوم في الشوفة الشرعية كان مجلسهم لسه ما خلص ديكوره وما في كنب، جابوا لي فراش وجلست وأخوها كان موجود وهي جت معها العصير، عطت أخوها العصير وطلعت، كنت أقول في نفسي الحبيبة وأنا طيب. وأمي قبلها قالت لي طالع مرة واحدة ما في شوفة ثانية. أحس مسكين العصير كان بنفسه. هذه واحدة تقول فعلا روز أنا كان لابس شماغ وبعد ما كتبنا الكتاب أرسل لي صورته وهو بدونه، صدمة ما حسبت حسابها انقهرت مرة، ما أدري هو وش طلع جبته كبيرة ولا طلع بمصلع، ما أدري وش اللي طلع من الصدمة اللي شافتها، بس صدق يعني أنا أحس إنه الشماغ يحلي الشخص. الشوفة الشرعية مثل ما أنتوا ما تبون البنت تحط ميك اب ثقيل عشان تبين ملامحها، وفي ناس ما يبونها تحط ميك اب اصلا، مثل هذاك يقول لها ليش استشورت شعرك، انتوا لا تجون بشماغات صدق يعني. اوكي رسمي وهذا اللباس الرسمي والتقليدي ومدري ايش، بس لا بشوفه شرعيا يعني من حقها تشوف مثل ما انت تشوف شعرها هي تشوف شعرك، ايش درانا ايش في داخل، ايش مغطي يعني، لازم تشوف. واحدة تقول كان يسولف بحماس مع بابا ويوم دخلت انلخم مسكين ويطالع للأرض، طبعا أنا هددتهم أنهم يطلعون من الغرفة عشان أسولف وأخذ راحتي مسيطرة. وتكلمنا يا حليل ويجنن أسلوبه عاد أنا أطيح بحب العقول والشخصيات، مرة متفاهم الحمد لله والله، بعد ما رجع قال هي ناظرتني أنا ما ناظرتها، حيوان. أقول لك مسيطرة. المهم تقول باقي 3 شهور على زواجنا، أول شيء الحمد لله أنه لقيت الشخص اللي يناسبك وربي يوفقك ان شاء الله ويتمم عليك ويسخره لك وعقبال العزابية. اسمعوا هذه بتكون القصة الأخيرة، تقول اكره العادة اللي يدخلون معاك القبيلة، في النظرة الشرعية صالة عبت حريم من اهله جايب جماعته، المهم دخلت وسلمت على الحريم وشفته جالس وابي ادور لي مكان اجلس، جلست افحط بنص الصالة وين اجلس، كل واحدة تقول لي تعالي هنا تعالي هنا، اخر شيء جلست عند طرف الباب. يا ربي صح قلت لكم والله مره سيء انه تدخلين 100,000 واحد، لا تاخذين راحتك بالكلام، لا تلاقين مكان تقعدين فيه ولا شيء، يعني لازم يبطلون هالعاده صراحه، خلاص تكون في اخوها ام العريس احد يعني خلاص واحد وانتهت السالفه، ويكون قاعد بعيد يعني شوي عشان يعني يقدرون ياخذون راحتهم ما يستحون يعني. المهم صار لي ساعه ونص اسولف، أتمنى الفقرة تكون عجبتكم، أتمنى القصص تكون عجبتكم، صراحة أنا انبسطت فيها واستمتعت، حلو الواحد يتعلم من أغلاط غير، مثل ما قلت لكم لا تنسون أنكم تصورون فيديو مرة ثانية بالشوفة الشرعية، طبعا الحين العيال اللي تابعوني صاروا عرفوا الخطة، الحين بيقدرون يفتشون المكان قبل ما تدخلون. المهم فأحرصي أنك تحطيه بمكان مخفي ما يقدر يصيده. وبالنسبة للمتزوجات الله يتمم عليكم إن شاء الله ويخليكم لبعض طول العمر، وبالنسبة اللي ما تزوجوا لين الحين ربي إن شاء الله يرزقكم بالزوج الصالح اللي يشيلكم من على الأرض شيء، وإن شاء الله تكون مثل ما قلت لكم عجبتكم الفقرة وتكون خفيفة ولطيفة عليكم، وانتظروني في حلقة قادمة الجمعة القادمة إن شاء الله. سلام، استنوا أمزح مو سلام، استنوا. تعودت لما أطالع باليوتيوب لما يختمون الحلقة عرفتوا كذا عشت الدور. المهم بروح أمسح الميك اب، ترى الميك اب حطيته عشانكم والله، مع أنه يعني أنا ما أحب لما يكون ما عندي شغل ولا شيء أنه أحط ميك اب، بس لعيونكم لازم أني أكشخ لكم وأنا سوالف، يعني رايحة عزيمة لازم أحط ميك اب عرفتوا، فبروح أحط ماسك للترطيب وكذا للبشرة المجهدة، للبشرة يعني يساعد على البشرة أنها تكون فيها حيوية ورونق كذا، وبحط اشياء يعني سيروم واشياء، فقلت مره واحده اوريكم معي، تعالوا معي. بالنسبه للماسك اللي حستخدمه اليوم اسمه ليفلي فيتا جلو، هذا الماسك ايش وظيفته؟ وظيفته انه يعطي نضاره وبعد يعطي البشره الباهته والمتحة.
تعباي أعطيها إضاءة، عرفتوا لما تكون تحسون كذا ما فيها لون، تحسوها مشرقة فيها إضاءة، تحسون فيها حيوية. الماسك مو تحطينه وتغسلينه، الماسك تحطينه زي الكريم، تحطينه وتنامين وبس تصحين تغسلينه. نوزع الماسك على البشرة. طبعا ليش الماسك يعطي إضاءة وإشراقة وكل شيء؟ لأنه غني بالفيتامينات، فيه 7 فيتامينات ومعادن اللي تغذي البشرة أكيد. دقيقة نحطينه اللي تغذي البشرة، وبعد لأنه مستخلص من المانجو والجوافة. فبس توزعونه، خليني بس أحطه، توزعونه كذا. طبعا ما تحطونه يوميا، يعني مرتين بالأسبوع حلو، أو 3 مرات على حسب بشرتك تحتاج كمية، يعني فترات طويلة، يعني تستخدمينهم أكثر من مرة ولا لا. بعد ما وزعت الماسك هالحين أحط كريم تحت العين روز أبسولوت، نحط كمية قليلة كذا. الكريم خلاصة ورد الجوري وزيت الأرقان، تعرفوني أنا قديش أعشق زيت الأرقان، وظيفته طبعا عشان الهالات وعشان الخطوط الرفيعة اللي تحت العين. تسوون كذا، تقدرون تستخدمونه طبعا صبح وليل، وبعد تقدرون تستخدمونه بشكل ماسك، يعني تحطون طبقة كذا حوالين عينكم وتخلوها لمدة 10 إلى 20 دقيقة وبعدين تغسلونها. بس أنا راح أحطه اليوم ككريم، يعني إني أستخدمه قبل النوم. وتسوون كذا تطبطبون لين يمتصوا البشرة، فاللي عندها هالات استخدموا صبح وليل. طبعا لازم تداومون على اي كريم تستخدمونه، لازم تداومون عليه عشان تحصلون نتيجة. اذا ما داومتوا ما راح تحصلون على نتيجة من اي شيء. بس بما اني حطيت الماسك فما حقدر اني احط السيروم. السيروم اللي تستخدمونه يوميا، الماسك 2 إلى 3 مرات بالاسبوع. فبصور لكم اياهم الحين وراح اكتب لكم الفوائد عشان تسوون عليهم سكرين شوت. كل الأشياء اللي وريتكم إياها تحصلونها بموقع sumi.com. طبعا أكثر من مرة تكلمت لكم عن الموقع. الحلو بالموقع هذا فيه منتجات ما تحصلونها بأي مكان، منتجات موجودة بس بكوريا الجنوبية، باليابان، بسيفورا فرنسا، وسيفورا أمريكا، وبعد ببريطانيا. تقدرون تحددون نوع بشرتكم، لو دخلتوا هنا تختارون العناية بالبشرة وبعدين تحطون نوع البشرة هنا وتختارون بشرتكم. أنا بشرتي مثلا تعتبر نوعا ما جافة، فتطلع لكم كل المنتجات هنا للبشرة الجافة. أقول المنتجات اللي تكلمت عليها هنا بالبست سيلر، هذا حق العيون، هذا حق البشرة الجافة الأويل اللي مو دهني اللي قلت لكم عليه. وبعدين لو رحتوا كذا راح تشوفون هذا الماسك اللي حطيته، وهذا سيروم الكولاجين اللي قلت لكم عنه. وكل منتج تدخلونه تلاقون وصف كامل المنتج، إذا كان المنتج أول مرة تشوفينه ومشتهي تجربينه تكونين عارفة إيش فوائده وإيش مكوناته. وبالنسبة للدفع عندهم، الدفع عند الاستلام بالخليج أسعارهم بالدولار، وراح يكون في رسوم اللي هو رسوم الدفع عند الاستلام $6، يعني تقريبا $26 الطاقو. طب ليش الهوشة؟ فهمونا، خلينا نفك بينكم. على ايش؟ دقيقة عالق هذا بالشاحن. الهوشة على ايش بالضبط؟ على ايش؟ ايش الهوشة؟ على ايش متهوشين عليه؟ لحظة، انا من ربشة والهوشة قلت $26، هو $26. $6 يساوي $26 هو رسوم اذا اخترتوا الدفع عند الاستلام. بالنسبة اذا مو حابين تدفعون رسوم الدفع عند الاستلام يصير تدفعون عن طريق الباي بال او الكريدت كارد، واول ما تطلبون راح توصلكم رسالة على الإيميل. وإذا طلبتوا عن طريق الدفع عند الاستلام راح يكون الرسالة مسج عشان تأكيد الطلب، وبس يشحنون الشحنة راح يرسلون لكم بعد رقم الشحنة من أراميكس عشان تتبعون الشحنة إلى ما توصلكم. وبس والله طبعا منتجاتهم مرة حلوة، ومو بس عندهم مستحضرات للبشرة وكذا، عندهم بعد مكياج
لازم انام. عندهم مكياج، عندهم اشياء شعر. بس والله صارت الساعة 12، لا تخربوا النظام نومي. انا ماشية على نظام صارم، انا الحين شادة على نفسي وما راح افهمها، فلازم اني اروح انام عشان ان شاء الله وبإذن الله اني اقوم بدري بكرة وامارس طقوسي الخاصة. وبس تصبحوا على خير واشوفكم بكرة. احبكم. يا صباح الخير، داني تريني من القومة بدري. المهم اليوم راح أغير شوي بالشغلات اللي كنت أسويها. الترينر قالت لي أول ما تصحين من النوم اشربي ماء دافية وعسل عليها ليمون، هذا أول شيء. بعد نص ساعة كلي فواكه، وبعد نص ساعة أفطري. فقالت مو زين أول ما تصحين من النوم تفطرين على طول، لا أخلي فترة شوي وبعدين أفطروا. صبح صبح يا عم الحق، يلا وقت الأوميجا. ست ست ست، شيل الكيسة خلاص، أنا معي هنا. يلا واحد، أنت مارلين خذيت، خلاص خذيت. ونحط الماء الدافية. ونعصر عليها ليمونة. هوب جبت العيد. بس بعدين راح اشربها واروح امشي على تريدميل، بعدين اكل فواكه، بعدين اسوي ستريتشنج يمكن. بعدين يعني صدق ما صار لي الا 3 ايام ماشي على هالنظام، بس احس صدق يعني اول شيء اليوم تحسونه طويل، تحسون فيه بركه، تحسون تقدرون تنجزون، تسوون اشياء، تروحون تجون، تخلصون اموركم، عرفتوا؟ هذه شغله. الشغله الثانيه صدق احس جسمي ارتاح، يعني الم ظهري خف، اشياء بطني، يعني عاده انا بطني يعني تمر ايام احس انه معدتي كذا متفوخه، عرفتوا اللي يقولوني منتفخ ما ادري ايش، يعني السيستم حق بطني مو مرتاح. بس صدق الحين احس انه يعني صارت اموري طبيعيه، قاعده امشي طبيعي، قاعده بطني ما قاعد ينتفخ، قولوني ما قاعد ينتفخ، يعني احس يعني try to keep your hips more still. 3. Squeeze your abs. There you go. 4. 5. 3 more. 6. 2 more. 7. Last one. 8. I have my Minnie Mouse. It's Mickey though. Oh yeah. No, I'm Minnie. Okay. Oh. No, it's what?